لم يأبه عتمة ليل أو وحشة طريق، لم يرهقهم تعب ولا عمل دؤوب، وكانوا شرارة كل نور. فالفخر كل الفخر لكم أيها الأبطال المكافحون، أعضاء لجنة إعمار مدارس جلزون، يا من ملكتم عزيمة الإصرار على النجاح، وكنتم النجوم في الكفاح والشموس في الفلاح، فلتحج إليكم العيون ولتحفر أسماؤكم في القلوب. ولنبقى مع كلمة لجنة إعمار مدارس جلزون يلقيها السيد عبد الرحيم أبو شمة، فليتفضل. الكريم، مع احترامنا للرتب والألقاب، لأن الوقت الممنوح لنا 3 دقائق، قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وها نحن عملنا، فكان ثمرة هذا العمل هذا الصرح الذي تتفيئون في ظلاله الآن. وليس هذا من قبيل الفخر أو المباهاة، ولكن من قبيل الحقيقة، حتى تكون هذه الحقيقة حافزا لكم في تكملة النصف الثاني من هذا الإنجاز، وهو مدرسة الذكور إن شاء الله، والتي نهيب بكم جميعا نساء ورجالا وأطفالا عاملين وغير عاملين، أن تؤازروا لجنة الإعمار من أجل تحقيق هذا الإنجاز، والذي بدأناه بأن اشترت اللجنة قطعة أرض 4 دنمات و600 متر في طريق، بقي علينا أن نكمل هذا المبلغ، فآمل أن تتكاتفوا معنا جميعا، لأنه في النهاية لكم ولأبنائكم. أيها الحق الكريم، أيتها الخريجات، تزامن تخريجكم في يوم حزين، يوم النكبة، ولكني ألمح في عيونكن وفي محياكن كلمة النهضة بدل النكبة، فجميعا ننتظر منكن أن تكن كوكبة تلملم الليل أمام فجر حرية فلسطين، حتى نعلن قيام الدولة وعاصمتها القدس الشريف. أما أنتم أيها الآباء فهنيئا لكم، لقد قطفتم ثمرة كفاحكم ووصلتم إلى هذا الموقف الذي فيه تخفق القلوب فرحا بهذه الثمرة الجميلة، التي هي عنوان وامتداد لكم على مدى الأيام. فأيتها الخريجات، تسلحنا بالعفة والفضيلة، وتسلحنا بالإرادة والعزيمة، كنا كما وضعكن المجتمع ورود فضل وعزة وأدب، كما قال علي الجارم: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمال يزين جسما وعقلا، فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأعلى. أما أنت أيها الوطن، دعني أزف لك هذه الكوكبة التي ستلملم الليل، ستلملم الظلام، ستضيء الحرية
شمعة على درب الدولة. ومن هنا لزاما علي أن نشكر كل صاحب فضل، نشكر وزارة التربية والتعليم، ونشكر مديرية التربية والتعليم التي كانت الحافز لنا ولعملنا حتى أثمرنا هذا الجهد الطيب. كما لا ننسى نقدم الشكر لجمهورية ألمانيا على تبنيها لهذا المشروع. وأخيرا باسمي نبتة زعتر أزهرت في سبح فلسطين، باسم ليمونة أزهرت في جوف الليل، باسم الأسود الرابضين وراء القضبان، باسم دم الشهداء الذي يعطر كل مكان، أناشد الإخوة في غزة، أناشد كل فلسطيني أن يضع الخط الأحمر أمام الدم الفلسطيني. أناشدكم أن تستظلوا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أناشدكم أن تتمثلوا قول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فالله أسأل أن يمدكم العون ويسدد خطاكم وينور عقولكم وعقول كل الغيورين على هذا الشعب وعلى هذا الوطن، أن يتكاتفوا جميعا ويحملوا فلسطين في قلوبهم في دمائهم، ويرتفعوا فوق الجراح فوق الفصائل فوق المصالح. والله أسأل أن يوفق الجميع، وشكرا لحسن استماعكم، وأستسمح المديرة أني تجاوزت في الإذن الذي أعطي فيه، والسلام عليكم.